السلام عليكم، ان شاء الله انكم بخير وعلى خير وبخير. وغادي نبداو المقادير ديالنا ديال لوكيش اللي غادي نديروه بالبصله وبشامبينيون دجاج لا شاركوتري لا كريم فريش العطريه ديالنا. نبداو على بركه الله. غناخذوا هاد البصيله، انا غنشحر كل شيء مع بعضياته لان ما عنديش الوقت. غناخذوا البصله غنديروا ليها هكذا، غادي نقطعوها مرسوات بحال هكا. غناخذوا الشامبينيون ديالنا اللي هو غسلته وقطعته، وغادي ناخذ الدجاج ديالي. انا غنقلي كل شيء مع بعضياته باش نكسب شويه ديال الوقت. العطريه عندنا البابريكا، كركم، لاي بودر و لونيون بودر. غنديرو هكذا، جو راشتي ان بو دو بوافر اوسي، سيل، ملحه، ملحه على حسب الذوق. انا هاد الملحه ما تتملحش عندي، سي بوغ سا تندير هكا. زيت زيتون، فوالا. غنزيد البزار، البوافر، غادي نقليو الكل مع بعض، غادي نخليهم حتى يطيبوا وينشفوا، ومن بعد غادي نرجع لكم. عندنا البات سابلي هكذا اللي انا كناخذها واجده، راه كنت قلت لكم المقادير ديالها. انا استلمو تدينا رخيصه يعني استغل الوقت اللي ما تيكونش عندي. اليوم كنت خدامه، يلا خرجت وخاصني نوجد هادشي للفطور لان عارضه على شي ناس، بما انها واجده فتجيني اسهل. عندي اللي فوالا غادي نقادها ونحطها في التبرد في الثلاجه على ما طيب لي الحشوه ديالي وتبرد ليا ونرجع لاحبائي. عندنا لا شاركوتري اللي هي بحال هكذا، غادي نقطعها اطراف صغار. انا جبت ان باكي، غادي نستعمل الباكي كامله. فوالا هكذا تتعطي واحد المذاق غزال. راح حتى في المغرب تتباع دابا لا شاركوتري بارتو. فوالا باش يكون عندي هاد لي مورسو هكذا، غادي نزيدوهم على الحشوه ديالنا في هادي. وعندي لا كريم فريش اللي غادي نستعملها من بعد، غنوريكم الطريقه ديالها. وعندي لو فرماج غابي، غادي نتسنى الحشوه ديالي طيب، وغادي نتسنى اوسي على ما تبرد ونرجع نشرح لحبايبي. اي السلام عليكم، انا رجعت لكم بعد ما طابت لي الحشوه ديالي. دابا غادي نديروا البشاميل اللي غادي ناخذ كاس ديال الحليب. انا غناخذو بحال هكذا، غادي نحطو هنايا. غادي ندير مايزينا، اللي ما عندوش مايزينا يدير الدقيق، بما ان انا عندي مايزينا غادي نذوبها في هذا الحليب. فوالا وغادي نحطها على عافيه مهيله حتى تطلع ليا تولي شويه ايبي، ومن بعد نرجع لكم. غادي نبقاو ما نوقفوش تخلط حتى تبان لينا الميلونج ديالنا، حتى تبان لينا فريمون بدات تتعقد. فوالا غادي نبقى نحرك فيها ومن بعد نرجع باش نكمل معكم وصفتنا. راه تجي لذيذه سي فري، لي ريش شويه ثقيله، ولكن عادي ديال مره الا عندنا شي حد. هنا رجعت لكم بعد ما عقدت ليا. غادي نزيد على هذاك على لاصوص اللي درت بشاميل، غنزيد على بيضه. هذه هي اللي غادي تبدل لكم المذاق. فوالا غير خاصكم تخلطوا دغيا باش ما طيبش ليكم، فهي تعطي واحد المذاق رائع.
على البشاميل العادي، ما عقلتش على اسمه. هذه شي ماكله ديال غريغ. غادي نبدا ندير الحشوه ديالي بحال هكذا. سي با واش تشوفوا تشوف هكذا. وي غادي نبدا نحط الحشوه ديالي اللي راه عرفتي واحد الريحه ما شاء الله تجي غزاله. اللي ما عندوش الدجاج يدير الطون، اللي ما عندوش الطون يدير بزاف ديال البصله. المهم ديروها بامكانياتكم وبداكشي اللي قديتو عليه. ديروا بلا داند، ديروا باش ما انا تعطيكم الفكره وانتم غديروا بداكشي اللي عندكم. فوالا ها هي الحشوه ديالي، شبين لكم كلشي. وي من بعد غادي نزيد عليها هاد لا شاكوتري اللي انايا شريت، مي هذه راه تعطيها واحد واحد المذاق اخر. جربوها ربي لما جربوا ردوا عليا في لي كومونتير. غنزيد عليها القزبر معدنوس اللي كان عندي، كان عندي ديجا في الكونجيلاتور. انا ما كانش عندي الوقت باش نقطع، نزيد عليها غير هكا. غنزيد لاصوص ديالي قبل ما بحال هكذا. عرفتي ديك البيضه راه تعطيها واحد المذاق رائع 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 رائع، وتتبدل على البشاميل العادي. انا يعني كنت عارفه عندها واحد، عنده واحد الاسم مي نسى عليا الاسم، ديال 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 اتشينا غريغ. هما اللي تيديروا هذه الاكله بحال هكذا، ملي تهزوا على ديك البيضه تيولي واحد المذاق رائع. انا قهروني غير ما عندي. وغادي نزيد عليها شويه ديال الكريم فريش. راه قلت لكم هاد الاكله تجي شويه غيش، ولكن راه تجي روعه، خاصكم تجربوها باش تعرفوا. انتظروني يا اعزائي لانها لا تريد ان تنفتح هكا. فوالا دو غادي نزيدو عليها دابا لو فروماج ديالنا. اي فروماج عندكم لو فروماج الاحمر، انا دائما تناخذ غير لو كونتي تعجبني. دابا نتوما متصورين كيفاش غادي تجي، راه رائعه. نتمنى انكم تجربوها وانها تعجبكم. ها نتوما هي هادي، ندخل الفران على درجه حراره 150 لمده 35 مينوت، ومن بعد نرجع لكم باش نوريكم النتيجة النهائية اللي احنا وصلنا لها. وتنتمنى انها تعجبكم وتجربوها لانها تجي فعلا رائعة. هاو الكيس ديالي وجد، هانتوما شوفوا كيفاش تدير. حتى المكان كبير بغيت نحطو هنا في طبق التقديم، فتهرس ليا واحد شوية، ولكن هانتوما راه تيجي غزال 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 غزال، وتيجي بنين 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 بهاديك البيضة اللي تنزيدو فيه. فحاولوا تجربوه وحاولوا. فوالا غادي نوريكم، غادي نقطع لكم واحد المغصو، واخا انا قلت لكم ديروا الناس اللي زيت. فوالا تيجي بحال هكذا، شفتوا لو فرماج اللي فيه داك لي زيبينار، راه تيجي ما شاء الله بنين 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 لواحد الدرجه ما تتصورش. فلا يعجبكم الفيديو ديروا لايك وشير، وشاركوا مع الناس اللي عزيزة عليكم واحبابكم واصدقائكم، وحاولوا تجربوه لان تيجي رائع 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 رائع. خاص شويه الخاطر، انا ما كانش عندي شويه الوقت، فحاولت نزرب داكشي باش ملي حطيته في الطبق ديال التقديم كان عليا نخليه في لومون اللي طيبته فيه، فتهرس لي واحد شويه، ولكن البنة راه هنا. يلا حبايبي حافظوا لي دائما على الابتسامه، ونهاركم سعيد، و
ورمضان كريم، وحاولوا ديروا لايك وشير وشاركوا مع احبابكم واصدقائكم، وحاولوا دائما تحافظوا على الابتسامة. السلام عليكم.